تخوض التنسيقية منذ 4 سنوات أشكال نضالية من داخل المؤسسات ديال الدولة وخاصة وزارة التعليم العالي وأمام البرلمان على أساس تضيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وفي مراكز البحث العلمي. هذا النضال ما جاش عبثا وإنما جاء نتيجة أولا المشكل ديال المناصب التحويلية اللي قصات واحد العدد ديال الدكاترة المعطلين منذ 2015 وأيضا قلة المناصب اللي كاينة في التعليم العالي في جميع التخصصات، بمعنى أن هناك مناصب قليلة. وثانيا الإشكال اللي كتعرفوا الجامعة المغربية وهي الزاوية المحسوبية في المباريات ديال التعليم العالي. اضطرت التنسيقية منذ 4 سنوات من النضال إلى الخوض هذا الشكل النضالي التصعيدي اللي هو الإضراب عن الطعام في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع التمارة، حيث دخل أزيد من 15 دكتور عن الإضراب عن الطعام ليوم السابع على التوالي. هناك إغماءات في صفوف الدكاترة على المستوى هذا الصباح، هناك إغماء ديال دكتورة معطلة تم نقلها على الفور إلى المستشفى الإقليمي ديال التمارة. هذه المعركة هي معركة الأمعاء الفارغة اللي في الشعار ديالها هو الكرامة أو الاستشهاد. حنا اليوم جينا كنعطيو واحد الإنذار للمسؤولين في المغرب أن تنسيقية الدكاترة معطلين بالمغرب أنه خاض واحد الإضراب على الطعام من الثلاثاء المنصرم. حنا اليوم عندنا سبع ايام وحنايا كنا داخلين في اضراب على الطعام، عندنا 14 دكتور داخل في اضراب على الطعام. لهذا ننبه المسؤولين انهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم الوطنيه والتاريخيه فيما ستؤول اليه الاوضاع، واننا لن نتراجع عن هذه الخطوه. سواء نحن اخذنا طريق الاستشهاد، سوف نستشهد واحدا تلو الاخر، وبعد ايام سوف يزيد عدد المضربين على الطعام، لن نتراجع. اليوم صباحا نقلنا واحد الدكتوره في حاله حرجه، كانت الوضعيه ديالها جد صعبه، كنتمناو من ان الحكومه انها تدخل، كنتمناو من جلاله الملك انه يتدخل، لان اليوم ما بقاش عندنا فين نرجعوا. كما كتسمعوا الاخوان ديالنا كيقولوا بانهم عاهدوا العائلات ديالهم. حنا اليوم جينا كنندوا بان ما جا عندنا حتى شي واحد، ما تناقش معنا حتى شي واحد، خلاونا تما، خلاو الاصدقاء ديالنا والدكاتره المغرب اللي هما حاملين اكبر شهادات علمية وتقنية كيعانيوا من الجوع. كنقول للمغاربة اليوم كاملين بأن كيف ما اليوم هاد الدكتور هذا كيعاني، غدا ولدك كيعاني. يعني هنا كنوجه رسالة للشعب المغربي، كنقول لهم شوفوا إلا قريتي ولادكم راه فقط غادي يتكرفصوا، إلا ما كانش تدخل ديال الدولة فاليوم غادي نتكرفص أنا وغدا غادي يتكرفصوا مجموعة من الدكاترة الآخرين.